ربنا سبحانه وتعالى اداني من نعمه كتير، استجاب لدعايا ورزقني بمولود وسميته زكريا. ومهما العبد شكر ربه مش هيقدر يرد كرم المولى عليه. هو معقول اللي انا فيه ده يا كمال؟ هقعد في البيت جنب مراتي وانا في عزي، واقدر اشتغل وهد الدنيا وابنيها، ويوصل بيا الحال نسمع خطبه طويله عريضه من نجاهد تأنبني فيها كانها بتأنب عيل صغير. اولا تقارير المتابعه اللي اكدت ان هيلين سامحون كانت في حاله طبيعيه جدا لحد يوم الوفاه. ثانيا رأفت نفسه، هو ده رأفت الهجان.